خليه زوجته تتزوج عليه ثلاثة، خليه يصير الموضوع بالعكس، يقبلون؟ ليش يردون دفاعنا عن حريتنا؟ هذا شرع دفاعنا بآيات عن كرامتنا؟ قرآنية، يعني ما أعرف وين. ما لي علاقة، لا تقول لي شرع، أنا حاليا الشرع هذا قبل 1400 سنة. حضرتك يمكن كنتي قبل محجبة ويعني خلعتي الحجاب. نريد نعرف شنو الأسباب اللي وصلتك إلى أنه خلعتي الحجاب؟ أكو كان تمييز تجاهك لما كنتي محجبة؟ أكو تمييز الآن تجاهك وأنت سافرة؟ يعني شنو اللي وصلك إلى هذه القناعة؟ الموضوع اللي كانت أنا كنت محافظة غصبا عليك، وأنت نعم. في الثاني غصبا عليك لازم تلبسه، تقبل ما تقبل، يعجبك ما يعجبك، أنت لازم تلبسه. نعم. وإذا ما لبسته يبدي التحريض، يعني يبدون الجيران الأقارب يبدون معرفة تحريض. فأني ما أعرف ليش لبسته، والمدارس حتى ما تعلمنا شنو هو الإسلام هسه، ولا الدين الإسلامي شنو. إحنا ما نعرف من الدين الإسلامي صراحة، غير إنه الرجال هو الناهي الحاكم ويزوج علي ثلاثة ولازم أسكت، ونصيبي لازم أخذ نص ولازم أسكت، وأتحجب ولازم أسكت، وأطبق ولازم أسكت وما أعترض. خلي تصير بالعكس هسه، هو الأستاذ هنا، خلي تصير بالعكس، خلي زوجته تتزوج عليه ثلاثة، خلي يصير الموضوع بالعكس، يقبلون؟ ليش يردون دفاعنا عن حريتنا؟ هذا شرع بآيات قرآنية، يعني ما أعرف وين. ما لي علاقة، لا تقول لي شرع، أنا حاليا الشرع هذا قبل 1400 سنة، لا تقول لي شرع، حاليا الدنيا تطورت، العالم كانت تمشي على البعير. ما أعرف، احنا نتحدث عن 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 دور الشرع الإسلامي في 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 الإسلام في العراق يعني وتطبيقه، ووحدة من عند الحجاب. فأنت إذا يعني موضوع الشرع ما أعرف إذا فهمت في الصورة. إذا هسه هي الآن ملحدة، يعني هي ناكر الدين. لا تقول لي يعني الذي انت مو دا تقول لي قلت دا تقول لي 1000 سنه 2020 سنه 86 هسه 2022 عين هسه 86 هسه الله يرضى عنك هسه انت يوم سنه 2020 انا دا اريد ارجعك بالله شو كتبي هسه بالفاصل فاصل وانت عندك هسه انترنت كتبي شوفي اوروبا حجاب اوروبا في سنه 1901 1920 كل اوروبا لابسه حجاب هاي اوروبا اللي انت الان هسه معجبه بها أيوة شنو كلها يعني اوروبا معجبه هذا تطور مثل ما طورت السياره مو تطور وانا هسه انا مانعك تروحين للكليه انا مانعك تروحين تتوظفين انا ما مانعك التطور أي؟ ليش التطور لا مو تطور هذا مو تطور هذا تدور هذا تداور هذا مو تطور هذا اذا انت تنكرين الدين وتنكرين شرع الله سبحانه وتعالى انت قولي انا ما اؤمن بشرع الله بنت انا قولي انا ما من شرع الله نخاطبك كملحده ونحترمك ونحترم رايك طبعا احنا انت لو هسه من منبرك تقول للعالم تقول للدوله توجه الدوله تقولها ابني عمري ما راح يصير عندك هذا الحين والله انا ما مقصر الدوله يوم يحس نعم اذا احنا عقلكم كله حاير الدوله ما معني الدوله وضحتي تحجبوها بنين وضحتي وجهة نظرك احنا حتى كل واحد فيكم ياخذ ثلاثة أربعة نعم نعم احنا نشكرك بنين وضحتي وجهة نظرك وكنتي معانا من أنقرة بنين الياس مدافعة عن حقوق المرأة شرفتينا